الحقيقة امبارح برضو واقعة تخلينا نفكر بالعقل. أخطاء الحكام واردة، ده حقيقي، لكن أحيانا بتكون هذه الأخطاء فجة، وده بنشوفه. ولكن لما تشوفه في الدوري الإنجليزي تستعجب. هنا كلامي مش هيكون عن التحكيم ولا عن واقعة هدف دياز في مباراة ليفربول وتوتنهام. بالمناسبة هي هدف، يعني وأنا قاعد بتفرج أنا شايفها جول. حتى حفيظ الدراجي، كابتن حفيظ الدراجي المعلق على هذه المباراة، قال جون، وبعدين قال لك يمكن عشان أنا بلبس نظارات والكلام من ده، ولكن هي واضحة بالنسبة لنا إن هي جول، لأنه خط الملعب واضح. ولكن أنا كل اللي يهمني في النقطة دي هو رد فعل لجنة الحكام الإنجليزية. اللي هقوله لحضراتكم، لجنة الحكام الإنجليزية بعد نهاية المباراة مباشرة، بعد نهاية المباراة مباشرة، قبل ما يورجن كلوب يطلع في المؤتمر الصحفي بتاعه، أصدرت بيان واضح وأكدت فيه صحة الهدف واعترفت بالخطأ، وأكدت أنها هتجتمع علشان تبحث عدم تكرار هذا الخطأ مرة أخرى، وأنها هتتواصل لتقديم اعتذار لنادي ليفربول. انا اول ما قريت الموضوع ده بالمناسبه يعني قلت الكلام اللي قاله كلنا، قلنا هذا الكلام. ده بيان لجنه الحكام اللي موجود مع حضراتكم على الشاشه، وده اللي انا قلته ده ترجمته تقريبا. انا قلت نفس الكلام، اللي انا هعمل ايه بالاعتذار؟ يعني هو انا خدت كده الثلاث نقط مثلا، او الجون اتحسب لي مثلا فطلعت متعادل؟ لا. ف المفارقه بالنسبه لي ان الواقعه دي حصلت بعد يومين فقط من واقعة في الدوري المصري لحكم رفض احتساب رجل الجزاء صحيحة وواضحة ومش عاجبه ومصمم ان رأيه صح. لكن انا بتكلم هنا عن اسلوب لجنة الحكام، ده كان بيحصل على ما اتذكر لو فاكرين مع كلاتنبرج. كلاتنبرج كان بيطلع يتكلم ويقول انا غلطت في 1 2 3، كان بيطلع يتكلم ويقول انا عندي اخطاء، على عكس بقى اللي قبله كابتن عصام عبد الفتاح كان بيطلع يدافع عن الخطا ويقول عكس المنطق وعكس الواقع. كابتن لاي حد بقى، بلاش كابتن فلان، اي حد، حضراتكم يجب ان احنا نقف عند مثل هذه الواقع، ويجب أن يكون عندنا نوع من الوضوح في التعامل مع الأخطاء التحكيمية. لجنة الحكام تشتغل على تقليل الأخطاء بشكل واضح، ومن وجهة نظري أن الاعتراف بالخطأ هو أول طريق الإصلاح، إنما إنكار كل هذه الأخطاء بالمناسبة أن ده هو بداية سوء مستوى التحكيم في مصر. إنكار الأخطاء، أنا الحقيقة والله لما شفت بيجي لي الحاجات دي على التليفون واقراها اول، وانا بقرا تعليق لجنه الحكام او بيان لجنه الحكام الانجليزيه على المباراه، وسرعه البيان والكلام الواضح الواضح، مش اللي عمال يلف من هنا ويدور من هنا ويقول من هنا مش عارف ايه ما تقول، لا ده كلامهم واضح، احنا اخطانا، احنا اسفين وهنعتذر لنادي ليفربول. بغض النظر ان يورجن كلوب قال انه يعني انا هعمل ايه بالاعتذار، ولكن في النهايه هل من الممكن أن نصل إلى هذا المستوى من الثقافة الفكرية في هذا الأمر؟ ما أعرفش. هل من الممكن أن نرى لجنة حكام بتصلح من نفسها وتطلع تقول أنا غلطان؟ خد بال حضراتكم، هم قالوا حاجتين، اعتذار، وتاني حاجة ان احنا اجتمعنا علشان الاخطاء دي ما تحصلش تاني. خلي بالكوا اللي حصل ايه، ان حكم الساحه افتكر ان اللاين مان، ان حكم الفار، انا اما تقرا الديلي ميل او ما تقرا اللي حصل، وده اللي قالته لجنه الحكام برضو، ان الحكم افتكر ان حكم الفار طالما سكت يبقى قرار اللاين مان صحيح، وحكم الفار افتكر ان الحكم حسب هدف، فالدنيا مشيت. ده اللي اتقال على فكره، ده مش كلامي ولا ده وصفي، ولكن ده اللي اتقال في احدى الصحف الانجليزيه. انا متعجب جدا، وسؤالي هل من الممكن ان نصل
لهذه الدرجة من الثقافة المحترمة؟ أتمنى إن ده يحصل خلال الفترة اللي جاية، لأنه حصل قبل كده مع كلات